أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر والذي نخصصه لتونس بقوسين فقط. يعني بعض المحتجين المغاربة في الساعة الأولى قالوا لماذا تتحدث أنت على المغرب؟ طيب الساعة الثانية هي على بلدي تونس، فأنا لا أميز بين هذه وتلك، كلها بلادي من موريتانيا والمغرب إلى العراق. لا أدري البعض ما زال غارق في تقسيم سايكس بيكو ويتعصب لهذه الجغرافيا أو تلك. كلها يا جماعة الخير بلادنا العربية الطيبة، نتناولها ونتناول قضاياها من باب الحرص ليس إلا. إن لم يكن حرصا فما الداعي لتناول هذا الموضوع أو ذاك وتوتير الأعصاب؟ على كل حال فقط للرد، يعني في الملف التونسي سنتناول التطورات بالتأكيد. هناك يعني إضراب القضاة سيمدد لأسبوع آخر، وتصعيد واضح ضد الانقلاب ورئيس الانقلاب. اتحاد الشغل بدوره يصعد، وهناك اعتقال لإعلامي معروف للغاية صالح عطية. الرجل قام بمداخلة مع قناة الجزيرة وأعطى معلومة، وصالح عطية كان معنا مرارا وتكرارا، معروف بنزاهته، معروف بكفاءته، معروف بصدقيته، لا يأتي بأخبار هكذا مختلقة بالتأكيد، والإعلامي يقدر ويعرف مخاطر أن تأتي بأباطيل. لا، ولكن من حقك، وهذا القانون يعني يعطيك الحق في ذلك، أن تحتفظ بمصادر المعلومات لديك. اعتقل لأنه أعطى معلومة على الهواء في قناة الجزيرة، اعتقل، والرجل الآن قيد الاعتقال، وهناك حملة الحقيقة في الشارع وعلى صفحات التواصل ضد هذا الاعتقال. أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس أمس في بلاغ لها أنه طبق تفويض القضاة بتاريخ 4 جوان الجاري، تقرر التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين المقبل. وتوجهت التنسيقية بالشكر لجميع القضاة لتجندهم في الدفاع عما أسمتها قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي، وتدعوهم إلى مزيد من الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة. وذكرت التنسيقية أن القرار جاء بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع على قرارة إعفاء القضاة وإلغاء المرسوم عدد 35. من جهة ثانية سادت حالة من الغضب في أوساط التونسيين في أعقاب اعتقال الإعلامي صالح عطية بعد إجرائه مداخلة مع قناة الجزيرة القطرية، وذلك ضمن ما يقول معارضون إنه قمع منظم ضد حقوق الإنسان في تونس، وهو البلد الذي يعيش أزمة سياسية حادة كما توصف. كان الإعلامي صالح عطية كشف خلال مداخلته ما وصفت بأنها مفاجأة صادمة عكست اختلال أركان مؤسسات الدولة التونسية وعدم التوافق بين رئاسة الجمهورية والجيش، حيث كشف عطية أن الرئيس المنقلب قيس سعيد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل الجيش التونسي وفق عطية بالطبع. وعقب المداخلة أقدمت قوات الأمن على اعتقاله وتوجيه تهمة له بالمس من صف النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية على حد نص الاتهام المزعوم. بحسب مصادر حقوقية فإن قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الابتدائية أصدر إذناً بالاحتفاظ بالإعلامي صالح عطية، وذلك بعد سماع أقواله في التحقيقات فيما رفض صالح الكشف عن مصدر معلوماته. ينص المرسوم رقم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة، والذي يتضمن منح الصحفي حق الاحتفاظ بسرية معلوماته. تونسيا أيضا صعد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من مواقف الاتحاد بوجه الإجراءات التي يتبعها قيس سعيد وحكومته، بالقول إن أي جهة بتونس لا تملك القوة لإغلاق مقر الاتحاد، مجددا تأكيده على تنفيذ الإضراب العام المقرر يوم 16 من جوان الجاري. تونس القضاة يمددون الإضراب لأسبوع، واعتقال الإعلامي صالح عطية كما قلنا عقب مداخلة على قناة الجزيرة والتحقيق معه من طرف النيابة العسكرية وليس المدنية.
اتحاد الشغل يصعد تحت شعار لا للخوف والتطبيع وإضرابنا قادم. تونس إذن بين الاحتقان والنزيف والخوف من القادم ما لم تعد البلاد إلى مسارها الديمقراطي. سؤالنا الذي أردنا الليلة أن نطرحه على جمهورنا: لماذا برأيكم تصمت القوى الصلبة إلى الآن وهي التي يفترض أن تسهر على حماية الوطن؟ والوطن التونسي الآن بالتأكيد ليس في وضع سليم، لا من الناحية السياسية ولا الاقتصادية ولا غير ذلك. طبعا هذه المؤسسات ليس مطلوب منها أن تقوم بانقلاب، ولكن أن تنقذ الوطن بطرق تعود بالبلد إلى مساره الديمقراطي وتصوب الأوضاع أو تساعد في تصويب الأوضاع. نعود للجمهور بعد قليل، ولكن دعونا نرحب في البداية بضيف حلقتنا. ينضم إلينا الأستاذ علي الزيراوي، القاضي التونسي، ينضم إلينا من تونس. سيدي الزيراوي مساء الخير. نبدأ بإضراب القضاة، لماذا التمديد إذا كان المطلب قد وصل إلى الجهات المعنية؟ نحن القضاة التونسيون هدفنا ليس أن يصل المطلب، وأصلا نحن ليس لنا مطلب نبلغه للجهات المعنية. نحن يعني انتفضنا ردا للفعل. نحن اتخذنا هذا الموقف وهو توقيف عمل يشهد استثناءات تتعلق بمصالح الناس وبحقوق الناس، لأننا وإن ظلمنا فإننا لا نظلم الناس، لأنها وظيفتنا القضائية في ضمان حقوق الناس. نحن لا نريد شيئا ولا نطلب شيئا ولا نناشد أحدا من أي شيء. نحن نسلط الضوء على ما تسلط على القضاء قبل أن يتسلط على القضاء من مظالم. يعني هذه المظالم في الحقيقة هي مظالم وليست مظلمة، يعني كانت انطلقت منذ يعني إعلان الرئيس بأنه يعني هو الذي يرأس النيابة العمومية في تعدد صارخ على صلاحيات السلطة القضائية وفي سطو على صلاحيات السلطة القضائية. ثم لما حل المجلس الأعلى للقضاء وهو المؤسسة الدستورية التي يناط بعهدتها مهمة حسن سير القضاء وضمان استقلال القضاء، يعني هذه المؤسسة هي التي تضمن القضاء أن يكون مستقلا من ضغط الجهات الأخرى في إطار التوازن بين السلطات وفصل السلطات كركن من أركان الديمقراطية وعماد من أعمدة الدولة الديمقراطية. ثم هذه الحركة الأخيرة، هذا الإجراء الأخير، هذا الإجراء الغريب والظالم والذي يتعلق بإعفاء عدد من القضاة من المسؤولين السامين في الدولة لا لشيء إلا لأن أغلبهم آثر إلا أن يطبق القانون وأن يطبق وظيفته القضائية الحصرية في تطبيق القانون، ولم يذعن لتعليمات في التدخل في مسارات قضايا معينة. طيب الآن يعني حتى فقط لنوضح الصورة لمن يتابعنا أكان من تونس أو من خارج تونس، تمديد هذا الإضراب لأسبوع آخر، متى يتوقف الإضراب؟ متى ما هي الأهداف التي يجب أن تتحقق قبل إيقاف هذا الإضراب؟ الإضراب هو بين صفرين هو أبغض الحلال. الإضراب نحن أول الناس الذين ليسوا فرحين بالإضراب. هذا الإضراب هو يعني نحن لجأنا إليه كردة فعل كاتخاذ موقف. نحن مستعدون لاستئناف العمل من الغرب من الآن بمجرد أن يتراجع رئيس الجمهورية عن هذا القرار الظالم الذي اتخذه في حق القضاء والقضاء. يعني الرئيس استولى على صلاحيات مجلس أعلى للقضاء نصبه بنفسه، يعني الرئيس انقلب على نفسه بعد أن يعني سيدي الزيراوي فقط عفوا بعد أن أصدر مرسوما هو المرسوم عدد 11 الذي يعني أرسى به مجلس آخر للقضاء وأرسى لنفسه صلاحيات حتى في الأعفاء بمقتضى الفصل 20. الرئيس لم يعجبه ما صدر عنه وتراجع عنه بمقتضى المرسوم عدد 35، ولما أعفى
57 قاضي. يعني نحن لا نطالب من الرئيس إلا أن يكون منسجما مع ذاته وأن يترك مرسومه الذي أصدره بنفسه في طريقه للتنفيذ، وأن يترك الملفات تحال على المجلس المؤقت للقضاء الذي نصبه بنفسه، ونحن أول الناس المطالبون يعني بإصلاح القضاء، لأن القضاة لا يرضون أن يكون القضاء مشوبا بإخلالات، سواء إخلالات هيكلية أو إخلالات تتعلق بنزاهة القضاة. إذن أنتم تودون، فقط للتوضيح حتى تكون المعلومة واضحة سيد الزيراوي، تطالبون من قيس سعيد ومن معه العودة عن قرار عزل هؤلاء القضاة 57، وأيضا حل المجلس الأعلى المشكل الجديد بدل المجلس الأعلى للقضاء، هاتين الخطوتين. نحن نطالب، نعم نطالب كخطوة أولى بالتراجع عن عزل القضاة وبترك مساراتهم للمسائل القانونية، وكل من يثبت عليه تورط في أي خطأ تأديبي فنحن أول المطالبين بالإصلاح، ونحن أيضا نطالب بأن يتراجع رئيس الجمهورية عن الفصل 20 الذي أرسل لنفسه بمقتضى صلاحية في عزل القضاة. لماذا؟ ليس لأننا ضد المحاسبة، وإنما لأن هذا الفصل في حقيقته يهدف إلى ترويع القضاة وإلى ترهيب القضاة وإلى خلق حالة من الهشاشة في صفوف القضاة، يتعذر معها أن يحكموا بالعدل، يتعذر معها أن يحكموا باستقلالية، يتعذر معها أن يتوفر لديهم مناخ ملائم لتأدية أعماله. طيب لكن هل أفهم من كلامك سيد زيراوي؟ نعم. لو عاد قيس سعيد عن هذه الخطوات، أنتم مستعدون للذهاب معه في خطواته المقبلة، الاستفتاء وما يقال عن انتخابات، يعني للإشراف عليها وتأكيد شرعيتها بين ظفرين؟ لا، هذا لا علاقة له بالقضاء. القضاء وظيفته ومكانه هو في المحاكم. القضاء يبط في النزاعات حسب اختصاصاته. القضاء يبط في النزاعات المدنية والإدارية والمالية. هذا المسائل المتعلقة بالمناخ العام في البلاد لا تعني القضاء. وأنتم جزء من هذا المناخ العام. نحن جزء من هذا المناخ العام في إطار الصلاحيات المخولة لنا، في إطار اختصاصاتنا. اختصاصاتنا الآن مهددة. اليوم القضاء اليوم لا يمكن له أن يؤدي وظيفته في المناخ يتوفر فيه الحد الأدنى من الأمان الوظيفي للقاضي، الحد الأدنى يعني من ضمانات أن يحكم في القضية حسب وقائعها وحسب ظروفها دون أن يتأثر بالضغوطات المسلطة عليه. طيب كما تعلم سيد الزيراوي، هناك تهديدات تتداول هنا وهناك، وزيرة العدل تعرف أنت تصريحاتها، هناك حديث عن أنه عقوبات أو المزيد من العقوبات ربما ستسلط عليكم في المستقبل إن لم تعودوا للعمل. هل أنتم منسجمون؟ هل تشهدون وحدة الصف ربما للمضي قدما حتى لو صعد الطرف الآخر من عقوباته وإجراءاته؟ صحيح، يوجد العديد من التصريحات التي تهدف إلى يعني تهديد القضاة، ولكن أعلمك وأعلم السادة المشاهدين أن الوقفة التي يشهدها القضاة هي وقفة أولا تاريخية على عدة مستويات. على مستوى أولا وحدة الصف المترجمة من حيث القواعد عموم القضاة في مختلف أصنافهم، والمترجمة أيضا من حيث الهياكل التي لم تجتمع سابقا بهذا الشكل. ونحن أؤكد لك أننا لا نخاف، وأن هذه يعني التهديدات لا ترهبنا ولا تهددنا ولا لن تحقق هدفها في أن نتراجع عن المطالبة بالعودة إلى الحق، والمطالبة يعني بالتراجع عن هذا القرار. ونحن ماضون قدما في هذه الخطوة حتى يتراجع رئيس الجمهورية في هذا القرار الجائر الذي سلط بمقتضاه عقوبات أولا ليست من صلاحياته، بل هو من يعني اختلقها لنفسه، ثم هذه المظلمة طالت يعني العديد جدا، يعني كل التي طالتهم يعني كانت ظالمة في حقهم، لأنه لم ينسب لهم أي خطأ تأديبي أو غير ذلك طيلة مسيرتهم، ما عدا يعني عدد قليل جدا وملفاتهم عند المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي نصبه رئيس الجمهورية. طيب سيد الزيراوي، الجسم القضائي
هل مر بمثل هذه الهرسلة كما أسماها البعض في السابق، ربما منذ الاستقلال إلى 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 الثورة وما بعد الثورة، هل مر القضاة بمثل هذه المعاناة في السابق؟ في الحقيقة سيدي الكريم، تاريخ القضاء التونسي هو تاريخ، دعني أقول، النضال من أجل استقلالية القضاء التونسي، لأن الجسم القضائي في تونس وفي كل الدول العربية وفي كل الدول المنتمية للعالم الثالث، العالم الذي في طريقه إلى النمو، مرتبط ارتباط وثيق بالسلطة السياسية، لأن السلطة السياسية ليس من صالحها أن يكون في الدولة سلطة قضائية مستقلة عنها أولا وأخيرا. لذلك القضاء في تونس كما في عدة دول أخرى تاريخه هو تاريخ يعني حافل بالنضالات من أجل الاستقلالية. في تونس في الحقيقة يعني سنة 1985 يعني في أواخر عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، يعني شهد القضاء مظلمة يمكن أن نقارن بينها وبين هذه المظلمة، ولكن تلك المظلمة يعني كانت أولا في أطر معينة ولم تكن بهذا الحجم يعني من التعدي الصارخ عن كل يعني قوانين ولو كانت شكلية. وأيضا المحطة الثانية التي شهد فيها القضاء يعني مظلمة محاكية هي مرحلة 2012، وهذه المرحلة الثالثة التي فاقتهما معا، وهذه الذي حدث للقضاء التونسي في الحقيقة يذكرني بما حدث للقضاء المصري سنة 1969، يذكرني بمذبحة القضاة التي يعني التي تسلطت على القضاء المصري من طرف نظام ضباط الأحرار. نعم عبد الناصر حينها. نعم طيب، لكن ربما الرقم قد يقول البعض قياسا بعدد السكان، ربما المذبحة التونسية قد تكون أكبر إذا ما قسناها بعدد السكان في تونس. لكن دعنا نعود الآن للتطورات الأخرى في تونس. شهدت تونس أيضا اعتقال إعلامي بارز ومعروف وهو الأستاذ صالح عطية لمجرد مداخلة على قناة الجزيرة، والرجل تم استجوابه من قبل النيابة العسكرية. لماذا الاستجواب من النيابة العسكرية بات سنة بين ظفرين في الفترة الأخيرة؟ ما رأي القانون التونسي في هذا، وكيف يمكن التصدي لهذا المسار الآن في ظل هذا الوضع بالطبع؟ الحقيقة لست على اطلاع بهذا الموضوع، وأنا كقاضي طبعا لست في معرض أن أعلق على هذا الأمر، ولكن إن سألتني عن كرجل قانون بالطبع نسألك، نعم إن سألتني عن القانون أقول لك أن القانون يعني عندنا يعني نظام قانوني يطبق على الصحفيين، وهو المرسوم عدد 115 لسنة 2011، وأن هذا المرسوم يخول الضمانات، وهي ضمانات يعني متوائمة والمعايير الدولية لقوانين الصحافة والإعلام والنشر. وهذا المرسوم في الحقيقة يعني أولا من حيث الاختصاص يمنع أن يتعهد بالقضايا المتعلقة بالصحفيين في إطار أدائهم لمهامهم الصحفية. على القضاء العسكري أن يكون متعهدا، وثانيا فهو يعني يحمي الصحفيين في إطار أعمالهم ويخول لهم الحق في عدم الكشف عن مصادر معلوماته. طيب سيد الزراوي، أختم معك بسؤال ربما بعيدا عن الجانب القانوني والقضائي. نعم، هل أنت مرتاح كمواطن لوضع تونس الحالي وقادم الأيام؟ ماذا ترى في بلدك من ناحية الاستقرار وعمل المؤسسات والرؤية للمستقبل؟ نعم، هذا صحيح. يعني أولا أن تكون قاضيا فإن ذلك لا يلغي عنك مواطنتك، فأنت مواطن وأنت ابن هذا البلد وأنت تحب وتعشق هذا العلم. يعني البلاد يعني من أزمة إلى أزمة، نحن شهدنا ثورة سنة 2011 كسائر البلدان العربية، وهذه الثورة يعني كانت أملا كبيرا للشباب وللشيوخ وللجميع، وكانت أملا لأن نشهد انتقالا ديمقراطيا. هذه الثورة وما ولاها من محطات لم تكن في الحقيقة كلها في إطارها
الذي نرجوه والذي نبتغيه في إطار الانتقال الديمقراطي. شاهدنا العديد من التعثرات، ونحن في تونس اليوم نشهد أزمة وراء أزمة. نشهد منذ 25 جويلية نشهد يعني تجاوزا للدستور، نشهد تجاوزا للقانون. اليوم الأزمة تخلق الأزمة. في الحقيقة نحن في أزمة سياسية وهي أم الأزمات، لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب جدا الذي نشهده في تونس لا يمكن له أن يتحلحل إلا بتحلحل الوضع العام، وأعني بذلك الأزمة السياسية المتجسدة في تفرد السلطة، والمتجسدة في يعني تجاوز للمؤسسات، والمتجسدة في بدايات حكم فردي. الأستاذ علي الزراوي القاضي التونسي، نشكرك جزيل الشكر. نعود طبعا للجمهور. الموضوع الحقيقة مهم في أكثر من زاوية لمن يود طبعا من الجمهور أن يعلق، أكان فيما يتعلق بالقضاة، هل ترونهم الآن يتصدرون المشهد برأيكم في الدفاع طبعا على علوية القانون واستقلالية القضاء واستقلالية المؤسسات والعودة بتونس إلى مسارها الصحيح؟ كيف ترون العلاقة بين رئيس الانقلاب قيس سعيد والجسم القضائي؟ ما تعليقكم حول اعتقال الإعلامي المعروف صالح عطية والمعلومات التي أوردها على قناة الجزيرة؟ الرجل لديه مصادر معلومات وأنا شخصيا لا أتدخل فيها، لكنه زميل شارك معنا مرارا وتكرارا ومعروف بنزاهته ووطنيته وكفاءته، والرجل لا يختلق المعلومات. هو يقول طبعا من مصادره الخاصة، يقول بأن قائد الانقلاب قيس سعيد اتصل بالمؤسسة العسكرية لإغلاق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وفرض الإقامة الجبرية على قيادات الاتحاد، لكن المؤسسة العسكرية رفضت ذلك. طبعا تم اعتقاله واتهم بالاتهامات التي أوردناها منذ قليل في المقدمة. لا أحد يعلم طبعا إلى أين تسير الأمور، كان يمكن التثبت من هذه المعلومات. لماذا الاعتقال مباشرة ولماذا التحقيق معه من قبل النيابة العسكرية؟ الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا يصعد ويقول بأنه إضرابه سيكون في موعده في 16 من الشهر الحالي. تونس إلى أين هي ذاهبة؟ لا أحد يعلم الحقيقة. نبدأ باستقبال مشاركاتكم لمن يود أن 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 يدلي بدلوه. شافع من الجزائر، مساء الخير. حياك الله، حياك الله أخي الصالح. يا هلا بك. وحيا الله كل المقيمين على هذه القناة الطيبة. شكرا لك. والله فيما يخص ما يجري في تونس من إضراب للقضاة، وأنا من هنا من الجزائر أحييهم لأنهم لحمة واحدة، يعني متكاتفين ملتحمين على السياسة المنتهجة حاليا في تونس. والشيء الغريب يعني أنا أربط موضوع بموضوع، ما صرح به الرئيس الجزائري في إيطاليا على السياسة المنتهجة للرئيس التونسي قيس سعيد فيما يخص أنه لم يتجه اتجاها ديمقراطيا ويعطي درسا في الديمقراطية، بينما يعني قول الحقيقة قال أنه أتى عن طريق الصندوق وعن طريق الانتخابات الشرعية في تونس، ولكن هيهات سياسته لم تدم طويلا وانتفض القضاة. جميل. وأحييهم لأنهم كاللحمة الواحدة لم رفضوا هذه السياسة، بينما في الجزائر نجد نقابة القضاة كلها موالية للنظام العسكري ونقابات المحامين كلها موالية للنظام العسكري. شكر لك شافع من الجزائر. حتى لا نغرق في الجزائر، موضوعنا تونس، عندما نتناول الجزائر سنعطي الفرصة طبعا للتعليق حول الملف الجزائري. سؤالنا الليلة أمامكم، تونس بين الاحتقان والنزيف، احتقان سياسي ونزيف على مختلف الصعد الاقتصادية وغيرها، لماذا تصمت القوى الصلبة إلى حد الآن؟ لأنه كثيرون يقولون ليس مطلوبا من القوى الصلبة أن تقوم بانقلاب آخر، لا، ولكن أن تحمي البلد بالطرق القانونية، أن تعيد المسار، تعيد القطار إلى سكته بالتعاون مع القوى السياسية في البلاد. محمد علي من تونس، تفضل. السلام عليكم أخوي صالح. يا هلا بيك.
عايش خويا بارك لك ان شاء الله. تفضل خويا. احنا تو خويا الاخوه القضاة الله يبارك لهم ايوه قاموا بواجبهم معناها فوق طاقتهم، هما ذا بهم يخدموا بلاد، حلو ذا بهم ماذا بهم ان الدوله تمشي، لكن هما الناس يحبوا بلادهم. لكن في كل حالات خويا صالح تونس ما تمشيش، العدل اساس العمران. طيب محمد، لدينا سؤال نطرحه الليله، لماذا برايك المؤسسات الصلبه في البلد اكان الداخليه او الجيش ليش الى حد الان يلتزمون الصمت؟ البعض يتساءل طبعا، ونحن نطرح هذا السؤال بدورنا على الجمهور. خويا صالح المشكله الوحيده في تونس ان ربما الحاجه الوحيده اللي ترحموا عليها البورقيبه ان السياسه الجيش ما دخلوش في السياسه. كلام جميل. لكن في ظروف كي من هذه ان الدوله باش تنهار الجيش لازم يقوم بواجبه كما قام بواجبه في ايام الثوره المجيده، لازم يقوم بواجبه تويكا، لان تويكا الان عباره ان تونس باش تنهار باش ترجع حساك وحس المستمعين المصايب كلها التوانسه الكل. الحل في ازاله هذا الشخص هذايا قراراته كان هو غلق ما عندوش حتى قرار فتح، قرارات كان غلق هكا هو حبكوا سيار قيوقا كان هو يحكم كما قال عادل امام معناها يقوم الصباح ما يلقى حد يحكم هكا هو معناها هذا شكرا. انسان معتوه، انسان ما عندوش حتى ما اسلوب سياسي، ما عنده حتى شيء. شكرا لك محمد علي من تونس، اشكرك. فرس سلام من مصر عن طريق الواتساب يقول لا شك ان موقف القضاة على هذا النحو غاية في الأهمية لكسر الانقلاب، ويدخل في إطار موقف الاتحاد العام التونسي للشغل المتمسك وبفعالية باستقلال القضاء وقواعد الديمقراطية، ويجب أن يدخل في هذا الإطار المعارضة الحزبية والسياسية بتنحية مطالبهم جانبا، لأن قيس شوه مطالب الأحزاب والسياسيين كما يقول، فضلا عن أن حقيقة الواقع السياسي في تونس يساند هذا التشويه ويؤكده، وهو ما جعل قيس سعيد بعض المؤيدين من الشعب كما يرى طبعا فرج سلام. رسالة أيضا أبو القعقاع يقول أتابع الاقتصاد التونسي ويعاني من عجز شديد، أما المحامي اللي يريدون أن يسجنوه هو ليس محامي على كل حال، هو إعلامي، يقول طلع على قناة الجزيرة بخبر لأن قناة الجزيرة مؤثرة، أما الاقتصاد ففي منتهي في تونس قربت، يقول نهاية قيس سعيد. يريد من يرسل لنا برسالة مكتوبة لو تكرمتم، يعني فقط طلب تراجعوا الرسالة قبل ما ترسلوها حتى ما يكون فيها كلام ملخبط ومش واضحة ونعرضها نحن على الهواء مباشرة. طبعا ما زالت المسبات تتبعني من قبل بعض المشاركات المغربية، لا أدري لماذا، إخلاص من المغرب، يعني كلام بريء لا, لا, لا يليق الحقيقة عرضه، لا أدري لماذا. هل نحن من يحتل سبتة ومليليا؟ لا أدري. نحن عرضنا الموضوع ونطرح، بل ونستغرب هذه التصريحات الإسبانية التي تؤكد على إسبانية سبتة ومليليا، ونقول لماذا لا يرد المغاربة على ذلك؟ فلا أدري هل هذه مسبة؟ لا أرى ذلك. محمد بن فرنسا يقول يقال أن الجيش سيستولي على الحكم بعد إقالة المعتوه، إذا كان هذا الخبر صحيح فنقول للجيش إن السياسة نجاسة وعليه فقط حماية الوطن من كل خطر داهم من الخارج. محمد من فرنسا، لا يوجد هذا الخبر الحقيقة، أنا شخصيا لم أستمع إليه. نأخذ مشارك. مصباح من تونس، تفضل مصباح. ألو، مساء الخير. أهلا وسهلا أخي صالح. يا هلا بيك. نحن في ورطة أخي صالح، لأن لو تدخل الجيش وأعاد الحياة الدستورية ويعني أعاد الدستور يعني سيكون رئيس البرلمان هو الرئيس رئيس تونس، وهذا يعني من الصعب قبوله من عدة أطراف، يعني خاصة لذلك يعني طيب إذا تدخل الجيش
ليس بالضرورة أن يكون رئيس البرلمان يا سيدي. ثم رئيس البرلمان من قال لك أنه عليه اعتراض؟ يعني الاعتراض هذا كان سابقا، الآن الأمور تغيرت. أنا ليس لدي اعتراض، ولكن ربما الآن النخبة غيرت رأيها يا مصباح. نحن نتمنى أن يرجع إلى الدستور 2014، دستور الثورة. ولكن قيس سعيد يعني جعل جميع القوى يعني في مازق، في ورطة. ثم أخي صالح، أنا لا أرى قوة صلبة في تونس حقيقة، لأن يعني مؤسسات الأمنية يعني ليست ربما داخلية وطنية يعني ومحايدة وهكذا في السياسة. أما المؤسسة العسكرية فهي بعيدة عن السياسة، يعني ربما المؤسسة الأمنية يعني بحكم نظام بورقيبة ونظام بن علي يعني دخلت في السياسة يعني وتغلغلت في السياسة وأصبح لها دور كبير. أما المؤسسة العسكرية أنا أتمنى تتدخل المؤسسة العسكرية. طيب رأيك في اعتقال صالح عطية مصباح؟ تبعت اعتقال الإعلامي صالح عطية برأيك؟ يعني لماذا اعتقل الرجل وهو مجرد إعلامي يأتي بمعلومات من مصادره الخاصة؟ والله أنا أستغرب مثلك، الرجل رجل نزيه وله معلومات صحيح. أنا أتفق معك، يعني أنا أعرفه، الرجل هو رجل يعني ألم يكن يكفي برأيك في دولة ديمقراطية مصباح، ألم يكن يكفي أن تصدر الجهات المعنية تكذيب لهذا الخبر الذي أورده صالح عطية وينتهي الأمر؟ هو اعتقال الأخ صالح وهو أنا أؤكد لك يعني أن اعتقال الأخ صالح وتدخل النيابة العسكرية يعني الخبر صحيح، يعني أثبتوا هم بهذه التصرفات أثبتوا أن المعلومات الأخ صالح صحيحة يعني من مصدر موثوق. طيب إن صحت هم لو لم يتدخلوا ولم يقل ولم يقي يعني إن صحت صالح، ويا ريت تبتعد على التلفاز حتى ما يتردد صوتك على التلفاز، ابتعد شوي عن التلفاز. صحيح، ابتعد على التلفاز. سأبتعد قليلا يعني أخ صالح. إذا صح هذا الخبر صالح يعني. مصباح، إذا صح هذا الخبر ماذا يعني لك ذلك؟ هل يعني أن الجيش بالفعل هو يعني ليس متماهي يعني مع قيس سعيد في خطواته؟ يعني 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 وأتمنى ذلك، أن المؤسسة العسكرية ربما وأتمنى ذلك أن تضع حدا لهذه المهزلة، لأننا أصبحنا نعيش في أزمة لا نجد. يا أخي أنا فلاح، يا أخي لا أجد يا أخي لم نجد يعني الأزمة الحالية لم نمر بها، أنا عمري 60 سنة لم أمر بها طيلة حياتي. يعني نحن نعيش في أزمة اجتماعية خانقة سياسية اقتصادية، يعني لم يعد هنالك أي أمل. يا أخي الرجل يا أخي لا يستقبل، الرئيس قيس سعيد لا يستقبل لا وزير الاقتصاد لا وزير الصحة لا وزير التنمية لا وزير الاستثمار، يستقبل إلا وزير الدفاع وزير الداخلية. وزير الدفاع وزير عندما الداخلية. عندما تقول لك النخبة السياسية ومن لفها عندما يقولون لك أنت كمواطن بأن نهاية الانقلاب قريبة ونحن أوشكنا على الاتفاق وبأن هناك حكومة قادمة حكومة إنقاذ وما إلى ذلك، هذه المسائل لا تطمئنك أنت كمواطن؟ هذه تبعث في الأمل يا أخي، تبعث في الأمل. لأن بالطريقة هذه يعني بالحكم الفردي لا يصلح لتونس، خلاص شعب التونسي انتفض ضد الحكم الفردي ضد الاستبداد. وبعدين يا أخي هذه المهزلة دستور، يا أخي من هم هؤلاء الذين يقررون دستورنا؟ يا أخي أشخاص نكرة، يا أخي أشخاص كانوا فهمتي كانوا يعني لا يا أخي أخسر أنت تونسي وأنا تونسي ونعرفهم شخصا هؤلاء الذي أتى بهم إلى قصر الضيافة. يا أخي مازل يا أخي شكر لك مصباح، كيف يسمحوا لي شكر لك. سنعود للمزيد من الاتصالات ولكن أخذ بعض المشاركات عن طريق الواتساب. نسيم يقول كل ما أخشاه يا أخي صالح أن تتم ملاحقتك من قبل سعيد كما تتم متابعة كل الصحفيين الأحرار، هذا الرئيس فعلا جبان وأرجو أن تواصل بكل عزم ولا تفشل لأنك على حق أعانك الله. يقول نسيم بالطيب يقول من المغرب نور الدين الطبوبي أخطر من قيس سعيد، هذا الأخير ظهر على حقيقته كمستبد، أما الأول فيرقص على رؤوس الأفاعي تارة مع قيس في عدم الرجوع إلى الوراء وتارة يقف ضده. أبو حمزة من المغرب تونس الجديدة تؤكد تورط النظام الجزائري في إزالة الإسلام من الدستور التونسي، لا أدري كيف وصلت لهذه النتيجة.
عبد الرب النبي من المغرب يقول رئيس تونسي قيس سعيد يخرب مؤسسات الدولة على جميع المستويات ويعطل تنمية الدولة التونسية. هو بالفعل منذ الانقلاب وما بعد الانقلاب الكثير من المستثمرين، وأنا على صلة بالكثيرين، الحقيقة لا يجدون ما يشجعهم للمجيء إلى تونس، وفقدنا العديد من الاستثمارات التي ذهبت إلى دول أخرى مجاورة ولم تأتي إلى تونس بسبب حالة عدم الاستقرار. إذن قيس سعيد، هذا الانقلاب ومن يقف خلفه يتحملون مسؤولية هروب العديد من الاستثمارات وفقدان العديد من الاستثمارات بسبب حالة عدم الاستقرار. أنا لا أدري الحقيقة عندما تأتي لحظة المحاسبة، وستأتي حتما لا جدال، يعني كم تهمة ستوضع على الطاولة، كم تهمة وكم جريمة في حق هذا البلد وحق شعبه وحق اقتصادا وسياسة وأمنا، العديد من الجرائم ستوضع على الطاولة إن لم يكن اليوم فغدا بالتأكيد. محمد من تونس، مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام يا محمد. يا صالح، باختصار شديد اتحاد الشغل هذايا هو عرف اللي كون قيس باش يطيح هذاك على استقدم. المدة الفايتة الكليكة نتكلم ولا قال حتى شيء وقاعد ساكت. اليوم تبكي وصلته هو ولا تكلم. طيب شكرا لك محمد من تونس. حجازي من الجزائر. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام ورحمة الله. تحية لأمتنا العربية وتحية للمغرب العربي الكبير، المغرب الإسلامي. جميل. وأقول لقيس سعيد أن هذا المغرب العربي الكبير هو مغرب إسلامي، والإسلام خط أحمر عليك وعلى من يكتب دستور تونس. وأقول لك أخي صالح أن هذا المعتوه الآن أكثر من سنة أو ما يقارب سنة من انقلابه على الشرعية البرلمانية. هذا الرئيس تسبب في العديد من الأزمات، والشعب التونسي الشقيق يعرف هذا جيدا. والمشكلة هو الشعب التونسي عليه الآن بالنظر على هذا الرئيس. وأقول أن الأحزاب الآن لا دخل لها في هذا الأمر، لأن الشعب التونسي هو الوحيد الذي عليه أن يقضي على هذا الرئيس مثل ما فعل ببن علي وهرب من تونس. شكرا لك حجازي من الجزائر. شكرا لك، أشكرك. عبد الله السيد يقول يواصل قيس سعيد بفعل الأفاعيل لإرباك النخبة السياسية في تونس ليصبح هناك تراكمات وحتى لا يبقى هناك مجال للتراجع كما يقول عبد الله السيد. أحمد من المغرب يقول طبعا موضوع يتعلق بالجزائر، هذا ليس موضوعنا. علاء الدين، مساء الخير. أنت مساء سيدي. وأنت بالمثل عزيزي، تفضل. أنا عندي مداخلة بسيطة وصغيرة جدا برأيي الشخصي كعربي، ويحق لي أن أبدي برأيي بالنسبة لتونس. بالتأكيد. في شخصين أتمنى أن يذهبوا عن الساحة السياسية، وإن شاء الله تونس سوف تعافى بعد ذلك. الشخص الأول هو فخامة الرئيس قيس سعيد، والشخص الثاني هو معالي راشد الغنوشي. لو هؤلاء الاثنان يتنحوا عن الساحة السياسية تونس سوف تتعافى، وتتعافى قريبا إن شاء الله. ستكون بخير بعد هذين الرجلين؟ نعم. جميل. لأن فخامة قيس سعيد ما قام به كان في المكان الخطأ وهو تونس، والزمان الخطأ اللي هو الأيام هاي، لأنه ما حدش فاضيله. جميل. إذا لاحظت لا أوروبا فاضيت له ولا أمريكا ولا حتى العرب. كلام جميل، شكرا لك على الدين من أمريكا، أشكرك. الجميل أنه قيس سعيد قام بانقلاب وأنت تناديه بفخامة الرئيس. لا أدري الحقيقة هل هذا اللقب يستحقه عن جدارة أم لا، لا أدري. على كل حال، الحبيب من تونس، مساء الخير. أهلا سي صالح، السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. والله يا سي صالح يشرفني أنك تونسي. سي صالح رو. وأنا يشرفني كذلك. يا ربي فضلك سيدي، بارك الله فيك. يعزك. به
سي صالح شو نقول لك، الرئيس هذا تعبنا وكارثه على بلادنا اللي غالب حصلنا فيه ولا غالب تغرينا في الانتخابات وقال كلام قبل الانتخابات وتقلب علينا من بعد، وان شاء الله ما فما كان الخير، او قاعده تتحرك تو قاعده تتحرك الامور في البلاد وان شاء الله ما فما كان الخير. اخ صالح، تبعت اعتقال صالح عطيه البارحه؟ والله شيء اسف، شيء اسف. اخ صالح عطيه رجل نظيف واعلامي نظيف واعلامي واقعي وراجل من رجال تونس في الاعلام. طيب لماذا يعتقل اذا؟ ما يعتقلش الاعلام الفاسد اللي عندنا. لماذا يعتقل اذا؟ اعتقل اخذ كلمه يعتقل لانه رئيس انقلابي، لا ما يحبش يكون يقول الحق، ما يحبش يكون يحب كان اللي يجي معاه، اللي يجي ضده هذاك راهو يعتقله. الرئيس ما هوش ديمقراطي. حبيب هناك ديمقراطي. حبيب هناك معاه. هناك من تساءل، هناك من تساءل في بلاد يعتقل فيها صالح عطيه وتعيش فيها عبير موسي النائبة التي مارست الفوضى في البرلمان، تعيش فيها حرة إلى حد الآن ورغم أنها أيضا متهمة بالفساد ما تزال حرة، وكذلك طيف واسع من الفاسدين، ابدأ بكمال الطيف ولا تنتهي ربما عند آخرين. لماذا هذا التناقض يقول البعض؟ تناقض هذا كلنا نعرفوه في تونس، وإحنا من 2012 نطالبوا باش يعتقلوا كمال الطيف ومش يعتقلوا هذه عبير موسي هذه والتجمع القديم هذا هو اللي خرب تونس. هو اللي خرب تونس، هو الاتحاد العام التونسي للشغل هو اللي خربوا تونس، هم اللي هتكون هم اللي ضروها للثورة التونسية، الاتحاد العام التونسي للشغل والإعلام والمنظومة القديمة. أشكرك الحبيب وأعذرني طبعا لضيق الوقت، أكتفي برسالة أخيرة الحقيقة وأعتذر من الجميع. وليد من تونس يقول كل الاحترام والتقدير لضيفك صديقي العزيز القاضي الفاضل الشاب علي الزيراوي ومن وراءه لمعظم القضاة التونسيين الذين هم شرفاء مخلصين لوطنهم، قلتها لك سابقا مرتين وأعيدها مجددا، سيكون القضاء الصخرة التي سيتحطم عليها الانقلاب، يقول وليد من تونس. أشكر الحقيقة كل من راسلنا الليلة، حسن العماري وناصر المجدوب من ليبيا وآخرين، أشكركم جميعا ولكن اعذروني أدركنا الوقت. نختم بفقرتنا الأخيرة كالعادة مراسلو الرأي الحر. أبدأ بسليمان من الجزائر يقول كل المؤشرات توحي بأن قيس سعيد يتجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وبذلك يبتز الجزائر. السؤال المطروح، هل الحكومة الجزائرية تدرك ذلك أم لا؟ يتساءل سليمان. نور من المغرب تقول لم يعد هناك نظام سوري بل مجموعة موظفين تحت السيادة الروسية وبالتالي ليست لهم لا القدرة ولا الحرية في اتخاذ أي قرار. عبد العظيم من فرنسا يقول مناورات كلا البلدين هي فقط جعجعات من دون طحين وللاستهلاك الإعلامي قرار إعلان الحرب ليس بيد المغرب ولا بيد الجزائر. الدول التي تسير هذا العالم لن تسمح بحرب في منطقة حيث يقع المغرب وقربه من ممر التجارة الدولية. صدام من فلسطين يقول من المفارقات التي حدثت في سوريا أن اليوم الذي قصف فيه مطار دمشق كان يوم تدريب لسلاح الجو السوري بقيادة ضباط روس على الطائرات الروسية سوخوي 35 وطائرات ميغ المحدثة، وكان التدريب في سماء سوريا، هل سمع الطيارون السوريون بهذا القصف أم لا؟ يتساءل. نختم برسالة من الزواق من المغرب أرسل لنا فيديو لمسن عسكري سابق عمره 86 سنة الله يعطيه الصحة والعافية، يطالب بتحسين معاشاتهم، معاشات العسكريين السابقين، ضمن مظاهرة كانت أمام البرلمان وبتسجيل من الزواق من المغرب. نتابع هذا الفيديو. راسنا خامرين بالفلوس، راه عنده هذا الوزراء الخير عنده 4000 لاجريمات وكان اللي عنده 5. أنا ما عندي حتى بشكلين، أنا ما عندي حتى بشكلين، أنا عندي 29، الله ينصر محمد السادس ولا ينجي عندنا. راه كاشخر، راه ناس، راه ناس. الحاج وبغي يدخلوا ولدك العسكر شحال طلب لك العمالة؟ وطلبوا لي 5 4 3 مليون في العسكر. الجدرمية طلبوا لي 5،
البوليس تلبس 6 مليون من وين يجيب هاد 6 مليون؟ ما عندي حتى دار نبيعه، عندي غير التابوت والعواد والقساب والعجاج كيدخل علينا من راك. والمنكر. السلام عليكم. الحاج والحاج هذا ماشي، هذه عا خارجه كنقول له واحد 86 في الفارسيه، واش عمرك عمرك كليتي الترباس؟ كليت الدغموس، كليت الدغموس مشهد. يا الدغموس مش هذا الحاج، والله الا كلاوه الناس وكليتوه، كيطيبوه وكياكلوه بالجوع. سبحانك. هذاك الحليب واكلين الدغموس. لا كيسلقوه في الماء وكان ندير لنا في البرمة حتاتيب نديرو تما، راه عنده الحق. فيديو إذن من تصوير الزواق من المغرب لعسكر يبلغ 86 عاما لديه مطالب طبعا وجهها للمعنيين بالأمر. نذكر مرة أخرى برقم فقرة مراسلو الرأي الحر، ونأمل طبعا أن تأتينا فيديوهاتكم باستمرار لا تزيد عن دقيقة، وبإمكانك تسجل مع شخص، بإمكانك تسجل مع عائلة، بإمكانك تذهب للأحياء الفقيرة وتسجل مع الناس، بإمكانك أن تسجل بصوتك وترسل رسالة لكل من تشاء في هذا العالم بداية من المعنيين في بلدك. الرقم أمامكم طبعا 0044، وهو الرقم الدولي لبريطانيا. أنا أقول هذا الكلام يعني حتى للإخوة فاقدي البصر ربما يسجلوا الصوت، نحن نرحب بكل جمهورنا طبعا ونراعي ذوي الاحتياجات الخاصة. إذن الرقم 0044 77 627 6089. هذا الرقم خاص بمراسلو الرأي الحر، رسالة مكتوبة أو فيديو، ونفضل الفيديو، لا يزيد عن دقيقة في أي شأن تراه أنت مهم. هذا الرقم واتساب على فكرة، سجله عندك باسم مراسلو الرأي الحر على الهاتف حتى ما تنساه، وترسل لهذا الرقم حتى نحن نقوم ببثه في هذه الفقرة، ولا يكلفك لا قرش ولا غيره، رقم واتساب مجاني. بهذا ننتهي لنهاية هذه الحلقة، كالعادة نشكر كل من تشارك معنا وساهم كالعادة في إثراء هذا الحوار والنقاش. لقاؤنا بكم يتجدد كالمعتاد يوم غد بحول الله. إلى اللقاء.